طيب صعيدي وما بيرجعش يا سياده المؤسسه الوزير هيديك بالاجل لمده شهر هو ما يلزمش ياخد لا هو سياده الوزير احنا هو احنا في في هو احنا في المجلس هنلعب على راس ياسين احنا مش في المجلس احنا بنحل حلول فعلا وعايزين حلول حقيقيه انا موافق على اننا نتفق على توريد على توريد للمجمعات باللي حضرتك بتقوله ومش لمده شهر اقل من كده يعني تبقى اقل من كده انا اللي انا عايز اعمله ايه؟ انت حضرتك دلوقتي بتاخد تقريبا 3 جنيه على الحته 4 جنيه على لا يا فندم لا 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 توضيحا للامر تاجر الجمله ما بياخدش شيء ملا يتجاوز من 5% الى اعلى شيء 8% والتجار كلهم موجودين ده من مين بتاخده؟ من المزارع بتتكلم عليه سعادتك على الخضري على الخضري اللي هو تاجر التجزئه ما انا سعادتك بتكلف حق القفص 10 جنيه هلكوا ايه يا فندم 2 جنيه حد ينكر ذلك؟ هم موجودين اهو ماشي يا برضه عارف هم 3 جنيه يا جماعه عارف طب والعمال؟ ماشي عارف انت بتدفع ايه يا حاج احمد؟ ماشي عارف هم 3 جنيه انت بتدفع عامل ايه يا سعادتك؟ ماليش دعوه هو عارف هو سعاده الوزير عارف الكلام ده احنا عايزين نتكلم 3 جنيه يا سياده الوزير ماشي انا يعني تصديقا لكلامك مش مشكله ماشي احنا عايزين نحل حلول نتفاهم في طريقه تقدر توصل لنا المنتج ده للمجمعات الاستهلاكيه بشكل اوفر شويه مفيش حد يقدر يوفر محدش يوفر ده قليل العرض والطلب هو اللي بيوفر